اهلا وسهلا، معاكم الدكتور وائل متولي، استشاري الجراحه العامه وجراحات امراض الشرج بالليزر. النهارده مش هشرح لكم عمليه ولا هحكي في عمليه. انا معايا اخ فاضل، اخ سوري، استاذننا النهارده يسمعنا حاجه حلوه كده، وهو متخدر دلوقتي واحنا شغالين العمليه. عليه الصلاه والسلام. الله عليك يا حبيبي، عليه افضل الصلوات والسلام. حضرتك حاسس باي الام او وجع؟ لا ابدا. الحمد لله على سلامتك ان شاء الله، وصلى الله عليه وسلم وشكر لحضرتك. شكرا يا جماعه، زي ما انتم شايفين امور بسيطه جدا جدا، والعيان اهوت بيدينا ذكر جميل. شكرا.